بصي بقى، نبدأ بالدوري الإنجليزي. حتى هذه اللحظة يعني احنا كنا يمكن قبل الأجازة بنتكلم الدوري الإنجليزي ما فيهوش حاجة جديدة قوي، فرق يعني لسه ما بانش قوي الأداء بتاعها، في تذبذب شوية، لكن الوضع دلوقتي يمكن شوية اختلف. خلينا ناخد منك تقييمك أو رؤيتك أو قراءتك في الأول للدوري الإنجليزي في العموم، بقى نخش على تفاصيل أكتر. اوكي، احنا دلوقتي الوضع في الدوري الانجليزي، ليفربول طبعا هو متصدر اتفضل. جدول الترتيب 45 نقطه، استون فيلا 42 نقطه، وسيتي 40 نقطه في المركز الثالث. وده طبعا وده يعني غريب طبعا طبعا وده غريب صحيح. لسه يعني احنا طلعنا مع بعض كذا مره، وكنا في يعني اكتر من مره اتكلمنا ان وضع ليفربول كان في بدايه السيزون ما كانش افضل حاجه، كان في تذبذب في النتائج، كان في تراجع، كان في تعادلات كتير، كان الاداء حتى نفسه مش حلو، كنا بنشوف اعتراضات والناس زعلانه ان كلوب بيخرج صلاح، وكان في خلافات، وكانت الامور ما كانتش مستقره الى حد ما. الوضع اختلف خالص في الفتره الاخيره، ليفربول شكله بقى احسن، شكله بقى افضل، رجع تاني ليفربول موسم 2019، الفريق اللي بيحارب لحد اخر دقيقه في المباراه، ممكن يبقى متاخر ويحاول التاخر ده لتعادل ثم فوز كمان، ما يبقاش تعادل بس. فشقلب جدول الدوري الانجليزي، قدر ان هو كمان يستغل التعثر لسيتي في اكتر من مباراه ورا بعض، حوالي 4 تعادلات لمانشستر سيتي ورا بعض. ليفربول على الناحيه الثانيه قدر ان هو يستغل النقط اللي خسرها مانشستر سيتي، وقدر ان هو يفوز في مبارياته، او على الاقل يقدر يجمع اكبر قدر ممكن من النقاط لحد دلوقتي. طبعا طبعا لسه ما نقدرش نحسم ولا نقدر نتكلم انه المنافسه تعتبر حسمت، او بنسبة حتى ولو 50% ان نقدر نقول ان في بطل لدوري الانجليزي السيزون ده، لكن نقدر نقول ان ارسنال مثلا ابتعد عكس بداية السيزون، عكس اللي شفناه السنة اللي فاتت من ارسنال، ومنافسته طول الموسم مع مانشستر سيتي لحد تقريبا كانت الجوله الاخيره او واتهزم من الجولات ليفربول الاخيره في غياب محمد صلاح كمان بالظبط في الكاس. فنقدر نقول ان ارسنال بعيد السيزون ده او ابتعد في الفتره الاخيره، كان في بدايه السيزون كان ماشي بشكل كويس برضو، حافظ على المنافسه ما بينه وما بين مانشستر سيتي في جولات كتير، كان متصدر جدول ترتيب الدوري في بعض الجولات، شفنا توتنهام كمان كان بيتصدر جدول ترتيب الدوري في بعض الجولات، شفنا مانشستر سيتي لحد دلوقتي قدرنا او شفنا ليفربول، لكن لسه باقي نص بس السيزون تقريبا. كل سيزون بتلاقي فيه نادي هو بيقرب شويه من التوب، خلينا نقول يعني توب رانكينجز، زي مثلا ارسنال. ارسنال السنه اللي فاتت او الموسم اللي فات كان ماشي بخطوات رائعه جدا بس لم يوفق، يمكن برضو الموسم ده بيحاول. هل بتتوقعي ممكن تبقى نتيجه مختلفه مع تعلم بقى من الاخطاء بتاعه الموسم اللي فات، خصوصا ان ارسنال فعلا عنده غياب سنوات عديده يعني عن التتويج، فممكن يكون في امل؟ اعتقد بالنسبه لارسنال السنه دي مش هتبقى منافسه على اللقب الدوري، ولكن هتبقى منافسه على حسم مقعد مؤهل لدوري ابطال اوروبا. فاعتقد ده اعتقد التارجت بتاعه السنه دي، او هو هيبقى ده بالنسبه له، هو ده المتاح السيزون ده، بخلاف السيزون اللي فات ان هو كان بينافس على لقب الدوري لحد اخر نفس زي ما احنا ما بنقول يعني. وكاس الاتحاد بقى، وبرضو الفوز الاخير لليفربول على ارسنال 2-0، مباراه كانت غريبه جدا يا كريم، يعني بدايه المباراه مثلا او اول نص ساعه من المباراه كنت مثلا ارسنال كان يبقى كسبان 3-0 مثلا يعني، او الشوط الاول مثلا كان يبقى كسبان 3-0. كرات غريبه جدا يعني بيهدرها لعيبه ارسنال، خصوصا ساكا، وما كناش متعودين منه على كده. لعيب رائع جدا، لعيب مهاري جدا، لعيب عنده قدرات وقلما يخطئ، ولاعيب عنده قدرات فنيه كبيره جدا، بنشوفه بيهدر اهداف بشكل غريب، اكيد يعني ربما عدم توفيق يعني، مش ما نقصدش حاجه معينه يعني، ده بيحصل عادي لكل اللعيبه، بس المباراه فعلا كانت غريبه جدا. وبعدين هدف لليفربول من خطا، وبعد كده هدف تاني، وقدر ان هو يحسم بيه المباراه ويصعد وارسنال يخرج من البطوله يعني. بس فطبعا البطوله دي كان واخدها سيتي السنه اللي فاتت.